أعطيك بلية بعد أكبر. أكو حديث، أكو حديث الآن يتداول أنه أصلاً الإيرانيين ساهموا بإسقاط جزء من هاي الجماعات لأنه ما منضبطة ومزعجة بالنسبة لهم. يعني قصدي مرحلة الجنرال سليماني كان بيها استحقاقات الحرب على داعش جيد. والحرب بسوريا جيد وغيرها. موضوعنا موضوعنا محاولة الصلح الجماعة. بس أستاذ أحمد أسمح لي، تفضل. بس لو اسمح لي بهاي الجزئية، لو اسمح لي، استحقاقات ذي شراحت بوقتها الجماعة أخوة اللي موجودين بالفصائل ولا بالفتح مدى يفهمون أنه لازم يلبسون ثوب هاي المرحلة. يعني خلاص يطبون بإطار سياسي ويتبنون خطاب أكثر مرونة. بالعكس دا يلحون بموضوع السلاح، فهذا صار موضوع مزعج وخرق للسيادة وللأمن وللقانون وللنظام جيد. وصبر الكاظمي أيضا أطاح بيهم. أي نعم جيد من باب أولى. أنا أعتقد لا، يعني بناء على الفكرة السيد الصدر بناء على الفكرة من باب أولى أن تعمل إيران إذا كان بنية تغيير تكتيكها بالعراق أن تعمل على صلح بين خير من أدار الصراع الأمريكي الإيراني بالعراق ما بين 2006 و2010 وهو السيد المالكي، وبين الصدر وخلي التنسيقية المقاومة وكذا إذا تخلى عنه. خلينا فد بربورة، ها؟ أعطيك بربورة من الصندوق الأسود. أي. أولا الجنرال سليماني في وقته أكثر، يعني بدون مبالغة سنوات، بدون مبالغة سنوات بذل في سبيل تقريب مصالحتهم وما رهمت. سيد حسن نصر الله وحزب الله بذلوا جهد كبير وما رهمت. سيد خامنئي شخصيا زين ومكتب سيد خامنئي في إيران بذلوا جهود وما رهمت. ليش؟ السيد الصدر يعتقد أنه المالكي بنى جمهوره بالأساس على قاعدة العداء لمقتدى الصدر والتيار الصدري. فلا يمكن ليش العراقيين يشكرون الصدر وجمهوره المالكي حبل النجاة.